بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا، ويتجدد اللقاء في برنامجكم الحياة أخلاق، ولسه مكملين مع قصص القرآن، ولازلنا في قصة سيدنا إبراهيم. النهاردة هنتكلم ونتعرض لقصة سيدنا إبراهيم في سورة الأنبياء. تعالوا بنا نقرأ الآيات الكريمات البينات. يقول مولانا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمات البينات تفصل ما جاء مجملا في آيات أخرى تحدثت عن قصة سيدنا إبراهيم، كما جاء هذا في سورة الأنعام. وقلنا هناك الآيات الكريمات: وكذلك نولي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض إلى آخره. هنا في سورة الأنبياء ربنا بدأ الآيات والقصة بقوله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. يعني إيه رشده؟ الرشد بمعنى الهدى، بمعنى أن يتصرف الإنسان تصرفا صحيحا. حتى يقول لك إيه: فلان عاد إلى رشده، يعني عاد إلى طبيعته، عاد إلى هداه، عاد إلى ما كان عليه من قبل. علماء التفسير يقولوا: ولقد آتينا إبراهيم رشده، أي أن الله يقول لسيدنا رسول الله محققا الكلام بقد: ولقد آتينا إبراهيم هداه من قبل. يعني إيه؟ يعني من قبل النبوة. حتى احنا عندنا كده في علم التوحيد نقول: الأنبياء يجب لهم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، هذا ما يجب للأنبياء إجمالا. طيب، سيدنا إبراهيم آتاه الله هداه زي سيدنا النبي، وإحنا كلنا عارفين أن سيدنا النبي قبل نزول الوحي عليه كان بيعمل إيه؟ كان صلى الله عليه وسلم قد حبب إليه الخلاء، يعني يريد أن يخلو بربه، وكان يخلو في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. يقعد كام ليلة في غار حراء يتحنث، يعني يتعبد. أهو ده اللي حصل مع سيدنا إبراهيم. في بعض التفسير يقول بعض المفسرين: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني من قبل موسى وهارون، لأن سيدنا إبراهيم زمان إبراهيم سابق لزمان موسى وهارون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله عالم بما يجول في خاطر إبراهيم، والله عالم بما يريد إبراهيم، فهداه ووقاه ونقاه ونجاه من عبادة ما يعبد القوم، وأرشده إلى توحيد الله وعبادة الله جل وعلا. إزاي بقى الكلام ده؟ هقول لحضراتكم بعد الفاصل، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.
بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لكم تاني ولسه مع آيات سورة الأنبياء. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله يعلم ما يجول في خاطر إبراهيم وما يدور في خلده، والله جل وعلا هداه رشده ونجاه مما يعبد القوم، لأن الله خصص إبراهيم بالنبوة والرسالة إذ قال لأبيه وقومه. وقلنا قبل كده في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، بعض المفسرين ومنهم الشيخ الشعراوي قال إن آزر لم يكن أبوه صلبا وإنما كان عمه، زي ما بتقول لعمك في الأرياف عندنا يا أبا فلان، ما بتقولش يعني يا فلان، لا قالك ممكن تقول للعم يا أبا فلان أهو ده. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يعني العم آزر، ده رأي من آراء المفسرين. على أي الأحوال إذا كان أبوه صلبا أو كان عم إبراهيم أخو أبوه، فبيقول له ما هذه التماثيل، لأن أبوه والقوم بتوعه كانوا بيصنعوا التماثيل ويعبدون التماثيل. التماثيل اللي هي إيه؟ الأصنام، يصورون أشخاصا على هيئة تماثيل ينحتونها ثم يعبدونها، والعياذ بالله، يعني يعبدون ما ينحتون. قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. فربنا سبحانه وتعالى أجرى الحق على لسان سيدنا إبراهيم، بيقول لأبوه ولقومه ما هذه التماثيل الأصنام التي أنتم لها عاكفون. عاكفون يعني إيه؟ يعني تعبدونها من دون الله. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، زي ما قالوا لسيدنا النبي الجماعة المشركين، قالوا عليه شاعر وقالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا مجنون وقالوا أساطير الأولين، وقالوا لسيدنا النبي إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وفي سورة الشعراء هيجي يقولوا كده لسيدنا إبراهيم، فبقولوا إنا وجدنا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، إحنا طلعنا للدنيا وجدنا آباءنا بيعبدوا هذه التماثيل وتلك الأصنام من دون الله. فشوف بقى رد سيدنا إبراهيم، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ده اللي انتوا عملتوه ده، وتعبدون ما تنحتون، وتعبدون هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تغني من الله شيئا، تعبدونها من دون الله، ده انتوا وآباؤكم في ضلال مبين، ضل يضل ضلالا إذا ابتعد عن الحق، فأنتوا وآباؤكم في ضلال مبين. فردوا عليه قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، أنت جايب حاجة حقيقية يا إبراهيم ولا أنت من اللاعبين، تستهزئ بعبادتنا وبآلهتنا وبما وجدنا عليه آباءنا يفعلون. طبعا كانت مشكلة ومعضلة كبيرة إن سيدنا إبراهيم اعترض عليهم لأول مرة، حد يعترض على هؤلاء من قوم سيدنا إبراهيم، إزاي أنتوا بتعبدوا الأصنام؟ ما فيش حد قال لهم كده قبل كده، يعبدون الأصنام من دون الله ويسجدون لها ويطلبون منها وهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم من الله شيئا، ذلك مبلغهم من العلم، هو ده العلم بتاعهم وهو ده الوضع بتاعهم. لكن أراد الله لسيدنا إبراهيم أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ضلالات الوهم إلى نور العلم. لذلك في سورة الأنعام يقول إيه؟ وكذلك نوري إبراهيم. مين اللي وراه؟ ربنا. يشوف الشمس، يشوف القمر، يشوف الكواكب، يشوف النجوم، وبعدين قال لا هذا أكبر، وفي الآخر خالص قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، آخر الحكاية. قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هنشوف بعد كده إيه الحوار اللي دار بينهم وبين سيدنا إبراهيم في هذه الآيات. هروح فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.
بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ومع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه: ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه بعد التكفين؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أنه لا مانع شرعا من تقبيل الميت وتوديعه بعد تكفينه، وإن كان الأولى أن يكون هذا قبل التكفين. لكن إذا كفن الميت جاي حد من بعيد أو حد من أولاد الميت ويريد أن يراه أو أن ينظر إليه نظرة وداع أو أن يقبله أو أن يودعه فلا مانع شرعا. وعندنا سند شرعي في هذا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت. سيدنا النبي قبل سيدنا عثمان بن مضعون وهو ميت، والرواية دي رواها الإمام أحمد والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه وأبو داود أن رسول الله قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، فلا مانع شرعا. لما يموت لك ميت وتريد أن تودعه أو أن تقبله، الأولى والأفضل أن يكون هذا قبل التغسيل والتكفين، لأن الميت له علينا حقوق. إذا مات الميت له علينا حقوق، أربعة حقوق: أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين. طيب، الأولاد اللي موجودين في البيت، أولاد الميت، أحفاد الميت، إخوة الميت، أخوات الميت، يريدون أن يودعوا، وبنعمل كده دايما لما بيموت ميت نقول إيه اللي عايز يودعه قبل الغسل والتكفين، ينظر إليه، يقبله، يودعه، يلقي عليه نظرة الوداع. لكن لابد لمن يفعل هذا الأمر أن يكون أمينا على الأسرار، لأن وجه الميت بعد ما بيموت يبدو عليه إن كان من أهل النعيم أو من أهل الجحيم والعياذ بالله. لأن الميت لما بيموت الوجه بيبان عليه، إذا كان من أهل الوجوه النضرة ولا الوجوه اللي عليها غبرة والعياذ بالله. من رأى خيرا فليبشر به ومن رأى شرا فليكتم. أحيانا تيجي تحط ميت على خشبة الغسل تلاقي الميت سهل هين لين معاك يتقلب، يعني ده يحصل عند موت الصالحين. واحد تاني تلاقيه متيبس لا يتحرك، واحد تاني نشيل الجنازة ونمشي بها إلى المقابر تجد الجنازة مسرعة وكأنها تقول قدموني، جنازة تانية تلاقيها متأخرة كأنه يقول أخروني. كل دي علامات وبشارات بحسن الخاتمة. فلا مانع شرعا من تقبيل الميت بعد موته وتوديعه سواء قبل التكفين أو بعد التكفين، وإن كنت أرى أن الأولى أن تكون قبلة الوداع أو نظرة الوداع قبل تكفين الميت. نسأل الله جل وعلا أن يرحم موتانا وموت المسلمين وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، ونسأله جل وعلا أن يضمض يعني جروح الجرحى والمرضى من إخواننا في غزة، وأن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن ينصرهم الله نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يرينا في اليهود آية، وأن لا يحقق لهم غاية، وأن لا يرفع لهم راية، وأن يجعلهم عبرة وآية، اللهم آمين يا رب العالمين. وصل اللهم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.